إن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، فهي عبر التاريخ مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين، وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله. الأخوة والأخوات، سيبقى يوم 25 من إبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا، يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة، مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار.